أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، حيث أعرب سموه عن خلاله عن تهانيه لولي عهد دولة الكويت بمناسبة الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا والتي تكللت بحمد الله بالنجاح، وبعودته سالما معافى إلى دولة الكويت الشقيقة، داعيا سموه المولى عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما تم خلال الاتصال استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما يشهده التعاون بينهما من تطور ورفعة في مختلف المجالات. وقد أعرب سمو ولي العهد دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة والتي تعكس المستوى المتقدم للعلاقات البحرينية الكويتية.